أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورقة صباح نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً أدنقو عصبتهاي سبسكرايب ساركم ميل كفرو داور ركي ودن بي يقوى صباح نمي أربعة أخذ بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي طبان سبب أول لغو دوران دونين حسن علي خيري رئيس الوزاري هوري إيفا شلمي إيدالك صومري حسن علي خير مرك لغا سو تغو إن آنو أقل من مامولك قود سوماليا حدنا حالكي جير إلا تجابيي وحا لغا سو ساري طبان قرد إسلام مركاسين الدالك أوسن معخول لهين إنو هقاميو وريا عان أهو إساق قعنتي سكو حيري أيا طبان أرموتك قري كو لباتن شرعي أو حكومة ديسا أقود بسي بارلمانك سغاشن برسنتي واقان تراسيو إيو وح لعاقو اللي حرير إيما أهان ديسم الدولد نمو إيو هاي أدها لابوا رئيس الوزاري او غوريي اي موادين صوماليا او ديباي اتوبيا حكومة ديسا ايا او ان الاف كود در تيليز كا اكا جحسادا ولي وا اوكو اكيسان ايا قير لاوي سدح وحا او ويرري هقاميا ودجر عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي مرار كلاوا او سماين كرا انو سياسي كلا ويررو افر وحا او شرع درقو عيريي قدوميها قولها شعبك جواري وزير كيسي ايو قلها مضح او قدقاي يعني شرع الدجين ايا هاي ادو كلا مضح بنان لما تصو شان دمان مامول قوباليدي دي لبوباي اساقا ايا هرمود كا اها كوفر قلبي دي قلمودك وزير دي سا ايو مضح او قدقاي هير شبه لعونا قبتين حوغان ايو بصاري جبلان ايتو بيا ايو دول ديقاي لح حكومة ديسا اياي اهيد مدة اوتاك تاي بيش عالم كا اي دي دي انسو مالي لان اي توس او هشو غرغار كا اي ديقها اي بحيان إلا اي حدا لعاق بدن ايا اوغو حيران مامول كارجيس بيش عالم كا تدوا صحافة دا اي حريات دا حدل كا وحا او اركيي عدو إساقا او كشاقيي إن لحرو وريال بدن او كميديهي وريها وربيحن تقري سيداد انتا او جوغي وحا او صوماليا هوزجيي قدر حدان ولي إياجي ايا وطو ساقال وحا او كوغول درايستي سياسة داري مهدي بدا إساقا او صوماليا كود دري دريسكا يدن ماان هي إذا هواوين طبان عابو قساقالي طبان او حالت بني آدين ما إساقا مشروع ايو اكتيسا كاها وحا اونا هوزجيي حفيز كيسا إساقا او وزير دا عافيماتكا بهدلي شقالي هيدنا والوال ايو مسوق ماسوق حوقن كو أبوري وريا وربحن تان قري عبد عسيس قربية او حد كهر وقعن تيسا كو حري ايا وربحن تاني كدياريي رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي خيري مرنبا معقول ما اهان ان دلك صوماليا اوهو قاميو وانيكي كدن بيي ان دل يردي صوماليا اريتريا لو قاضي الا امنكا كاموسا وحا اونا اها رقي وحكا وقاسيقا دينا عكلا رئيس الوزاري حكومة دي حلقارسين تمودنا محمد حسين روبلا ايا اساق وكدو ليا هشيسكي لباتاني تدو بدي مي لبكوني كوي لباتان كا وحا اوما عابي قد قدبو هشيسين تا قبل كدلو او اي سان كود جيرين جبلان روبلا ايا قدقا او مقعابي وحو فراي اناي سيد دك دقاهي او هول قلان اونا بلابان ارمها دي بوهشيسين تا قبل كدو ايغو وضا تشي الله سمين ايا دمان لنا عيدا دي بوهشيسين تا قصيصو سيدو كالي رئيس الوزارة محمد عزين روبلا ايا شاقين هولا اي خبان ايان قدقاني اي لجان خادي دونان قضب كسدحا دي هشيس كا اي مقدشا لباتاني تدبضي كو صحيحين رئيس الوزارة هم مدح دمان مل قبل ايدي قبل كبنادير قدقا او مقعابي روبلا او كاكوبان افر حبنوت او ككلا سعودي هير شبه لكوفر قلبيت بدلان اي قلمدوك ايا كلا كو وزيرك ارمها قدها يهير شبيل محمد علي عادلي لابا وزيرك ارمها قدها ايا فدرال كبودلان محمد عبد الرحمن دبانا عاد سدح وزيرك قرشين تمام الكوفر قلبيت احمد مدوب النونو افر وزيرك بوستادا يسجارسين تقل مدوك آذن عثمان حسين دينا عكلا قولها ودتاشيغا وصو ساري جدول دورشو ايا قو آنو كالي كو تاببارك ايا دورشادا قدونك قدية دورشادا ايا دا عيا صدقا جون إلا شانتا بيشا جولاي لابكوني كوي لباتنكا لابا ديارين تا قوبها عدبيحين تا دورشادا ايا لغو سو قبقبين ايا إلا سدح لباتنكا جولاي سدح دورشادا حلبانا دا خلق سرى ايا لقون ديي إن لقبتو شان لباتنكا جولاي افر سو حوليستا ايو ديارين تا ارغوينك دورشادا ايو عدين ايا حلبانا دا قولها شعبكا ايا لغو سو قبقبين ايا شان ايا طبانكا جولاي إلا لباتنكا اغوستا لبكن كوي لباتنكا شان دورشادا حلبانا دا قولها شعبكا باربانكا سوماليا ايا دعيسا طبانكا اغوستا إلا طبانكا سبتمبر لبكن كوي لباتنكا lix daarista xilibanada iyo doorashada gudoonka labada qale ee baarlamaanka ayaa dhacaya ugu dambeyntii 20ka September 2020ka todoba doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhacaysa 10ka October 2020ka golaha wadatashiga qaran ayaa dhanka kale sheegay in ayada oo tixgelinaysa codsi ka yimid haweenka Soomaaliyeed oo 100% kontan ku dhimay haweenka Soomaaliyeed khidmadda laga qaadayo haweenka u sharaxan baarlamaanka Soomaaliya fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media
حق حساسي الروبلي او ديري قرشه احمد مدوبي اي قود لا بيس لمركاسنا شيغي ان او سنك اخباري دونين واربحينا دا اي وطان رئيس الوزراء صوماليا محمد حسين روبلي ايا شركة مانتا مقدشة كفوري كود ديدي اسكو داي اي احمد مدوبي اي قود لا بي كود دونيين ان وحلوغ بدلو قضب كميد اي هشيسكي دورشادا او لحرير ديگان دورشدودا لبداني مدح وينة قوبالة دايا دونيين ان وحلوغ بدلو ديگان كدورشو ينكالاو هشيي ان دورشادا اي كدادو او احلابا مغالو حالكي مامول قوبالة با اي مغالة دا مقدشة او اي كد عيسو دورشادا حلبانة دا وقوي اي بناديريغا علي قود لابي احمد مدوبي ايا تابدل كيدا ربي ان دورشادا اي كدادو او كليا جوهري يكسمايو ايا دا او اي كو ادك تهي ان اي كو قبطان بلدوين اي قربها ري سيدو كو عد هشيش كدورشادا labadaani madaxweyne oo ay danta isku qorshe ka dhigtay ayaa maamuladooda laga taageersanayeen heeran iyo gobolka gedo waxaana diidan beelaha qaar ee goboladaasi dega iyadoo sidoo kale ay goboladaasi ka jiraan awood ciidan oo ka soo horjeeda si kastaba arintani ayaa sida ay calansida media xog ku heshay waxaa ka hor yimid ra'iisul wasaare Roble oo sheegay in isbeddel cusub oo lagu sameeyo heshiiska doorashada uu horseedi karo khalalaas siyaasadeed oo cusub ra'iisul wasaaraha ayaa labadan madaxweyne goboleed ku qanciyay inuu kala shaqeyn doono xal doorasho loogu qaban karo beledweyne iyo garbahaarey diidmada Roble ayaa waxaa sidoo kale si dadban maanta u xaqiijiyay faahfaahinta maxamed ibraahin macallim oo yiri ma jirto wax qorshe ah oo laga leeyahay haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii 27-dii may si kastaba ha ahaatee qorshihii axmed madoobe iyo Roble ayuu gabi ahaanba dhaxda ku kala dhuftay Roble dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed oo haatan ku wada sugan muqdisho ayaa xalay yeeshay kulan gaar ah oo ay uga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee sanadkan la filayo inay dalka ka dhacdo kulankan oo saacado badan qaatay ayaa labada hoggaamiye waxay ay diiradda ku saareen xaaladihii ugu dambeeyay ee soo kordhay iyo fulinta heshiiskii 27-dii may laga gaaray qabsoomidda arrimaha doorashooyinka kaas oo muhiim u ah doorashooyinka dalka sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedka galmudug iyo koonfur galbeed ayaa isla soo hadal qaaday arrimo ku saabsan labada maamul iyo wada shaqayntooda waxa uu kulankani sidoo kale ku soo aadaya iyada oo haatan caasimada uu ka socdo shirka golaha wada tashiga qaran ee looga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa guddoominaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaana goob joog ah hoggaamiyayaasha maamul goboleedyada marka laga reebo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo shirkaasi uga qayb galaya aaladda Zoomka asigoo jooga dalkaasi Turkiga wararkan helayna ayaa sheegaya in qodobada qaar ee ku jira heshiiska doorashooyinka wax laga bedelayo haddii ay suuragal tahay sida in la yareeyo tirada ergada soo dooranaysa xildhibaanada iyo in la koobo magaalooyinka ay ka dhacayso doorashada durbaba laakiin waa laga diiday qorshihii axmed madoobe iyo guudlaabe dhinaca kale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta kulan ku yeeshay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqarre oo ay weheliyaan guddoomiyaha gobolka hiiraan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha adduunka FAO kulanka oo saacado badan socday ayaa waxaa looga hadlayay dardargelinta howlaha mashaariicda biyo xireenka webiga Shabeelle ee deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqarre ayaa sheegay in kulankani uu ku soo dhammaaday afgarad iyo in mashaariic biyo xireen la sii wadi doono sida uu sheegay sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in la xalliyay murankii ka dhashay muuqaal dhawaan baraha bulshada lagu baahiyey oo guddoomiyaha gobolka hiiraan uu eedeen ugu jeediyey hay-adda FAO islamarkaasina uu dhagta dhiigga u daray raggii sheeganayay hay-adda FAO ee sheegay inay dhaqaale geliyeen laakiin guddoomiyaha Cali Jayta ayaa sheegay in mashaariicdan biyo xireenka iska kaashadeen shacabka Soomaaliyeed iyo reer hiiraan islamarkaasina wax qarash ah aysan kaga imaanin dhanka FAO muuqaalkaas ayaa baraha bulshada ku faafay iyo raggii caddaanka ahaa ee ka socday hay-adda FAO ayaa madaxa gacnaha saartay islamarkaasina waxay ogaadeen in lacagihii loo soo dhiibay biyo xireenka beledweyne la musuq maasuqay sidoo kale maamulka Hirshabeelle ayaa wada dadaalo ku aadan sidii magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan looga baajin lahaa fatahaadaha ku soo laalaabtay markasta oo barakac iyo khasaare xooggan u geystay shacabka Soomaaliyeed dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka